أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة لإقامة ملتقيات توظيف بمحافظة الغربية، وذلك بمشاركة 12 شركة، حيث تستهدف المبادرة المساعدة في إيجاد الوظائف وتأهيل الشباب لسوق العمل مع توفير تدريبات مجانية لهم. هذا ويقام الملتقى على مدار يومين. النهارده في محافظه الغربيه بنعمل ملتقى توظيفي بالتنسيق والشراكه مع وزاره الشباب والرياضه. النهارده ان شاء الله مستهدفين توفير حوالي 3000 فرصه عمل في كافه التخصصات. معانا النهارده 20 شركه، وان شاء الله نقدر نقدم سواء كان للخريجين المؤهلات العليا او حتى المؤهل المتوسط او الشباب اللي هم بدون مؤهل. كل الشركات ممثله، بحيث ان انا لو انا شاب ببحث عن اي فرصه عمل تكون مناسبه ليا، سواء كانت اعمال مكتبيه، اعمال اداريه، اعمال ميدانيه او غيره. كل ده الشركات بتعرض كل خدماتها. في معانا تخصصات كمان لو انا في مؤهلات عليا، في كمان عندنا اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه، احنا كمان اهتمينا بيهم وفي لهم نصيب من الفرص التوظيفيه. النهارده عشان ادور على وظيفه شغل كويسه، والحمد لله ان انا لقيت يعني، وكنت شايفه الاعلان على النت وشايفه ان هي فرص وظايف كويسه للشباب. فكره كويسه جدا اللي هي مجمعه كل الشركه، كذا شركه في كذا مكان، وانا وكله متوفر، وانا اللي بدي السي في بتاعي ليهم. حاجه كويسه جدا بدل ما اروح كذا مقر وانا اللي اروح لهم لو هم موجودين. جاي اعمل مقابله لكذا شركه دلوقتي، يعني متاح ليا 20 شركه ان انا اقدم فيها، فبقدم في كذا شركه دلوقتي يعني. وبالصراحه التنظيم هنا كويس دلوقتي تبع حياه كريمه يعني. بشوف ان ده مبادره كويسه جدا جدا، لان بتساعدنا ان احنا نشوف الوظيفه المناسبه لينا كويس. موفره فرص عمل كتير، وفي ناس كتير من اعمار مختلفه، مش بس شباب، في ناس كتير من بلاد حوالينا جايين يقدموا.